طبعا هذه الموضوعات لنا عودة لها في ثنيات هذا البحث الذي سوف نأخذه في دروس قادمة إن شاء الله تعالى. الآن إلى بعض ما في إحياء علوم الدين من حقوق على المسلم تجاه المسلمين. للمسلم أن يشفع لكل من له حاجة من المسلمين إلى من له عنده منزلة ويسعى في قضاء حاجته بما يقدر عليه. يعني أيام بيقول لك صاحب وقلك أخ مؤمن له قضية عند هالصاحب، يقول لك والله أنا في إيدي مشكلة عنده، أنت بتقدر تسكت ما تقول له إنه أنا بعرفه، والسكوت أريح. لكن المؤمن عنده غيرة، شو القضية؟ يقول لك يا غدا إن شاء الله أذهب لعنده وأكلمه فيك، هذا عمل صالح كبير عند الله عز وجل. إذا كان لك مكانة عند شخص لك حظوة عنده ولك أخ مؤمن له عند هذا الشخص حاجة، اذهب معه إليه، اشفع له بها طبعا وفق الحق مو وفق الباطل. قال عليه الصلاة والسلام: إني أوتى وأسأل وتطلب إلي الحاجة وأنتم عندي، فاشفعوا لتؤجروا ويقضي الله على يدي نبيه ما أحب. اشفعوا تؤجروا. وقال معاوية قال عليه الصلاة والسلام: اشفعوا إلي تؤجروا، إني أريد الأمر وأؤخره كي تشفعوا إلي فتؤجروا. يعني باب الشفاعة أن تشفع لأخ مؤمن عند شخص له عنده حاجة، هذا عمل طيب أثنى عليه النبي عليه الصلاة والسلام. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ما من صدقة أفضل من صدقة اللسان. قيل: كيف ذلك؟ قال: الشفاعة يحقن بها الدم وتجري بها المنفعة ويدفع بها المكروه. يعني كان أنت شفعت بين زوجين وفقت بينهما، والله الذي لا إله إلا هو. قال النبي الكريم هكذا: أفضل شفاعة أن تشفع بين اثنين في نكاح. هلا كثير الناس يكون في خصومات زوجية، لا حدا بيتدخل، ينباعوا بالعزاء قد بعضهم، هذا لؤم هذا بالإنسان. إذا كان لك مكانة عند الزوج وأنت نبهته أنه هي زوجتك جيدة ومنيحة ولازم ما تتركها، ونبهت أهل الزوجة ينصحوا بنتهم تكون متواضعة وتكون طائعة لزوجها، بعد جمعة حصل وفاق بينهما، لك أجر كبير. من علامة المنافق ما بتدخل، ما لي علاقة. إذا أحب الله عبدا جعل حوائج الناس عنده، هذه الشفاعة أثنى عليها النبي عليه الصلاة والسلام. روى عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن زوج بريرة كان عبدا يقال له مغيث، قال عكرمة: كأني أنظر إليه خلفها وهو يبكي ودموعه تسيل على لحيته. فقال صلى الله عليه وسلم للعباس: ألا تعجب يا عباس من شدة حب مغيث لبريرة وشدة بغضها له؟ هو يبكي ويتبعها وهي تنفر منه وتبتعد عنه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لو راجعتيه ارجعي له فإنه أبو ولدك، يعني أبو أولادك. فقالت: يا رسول الله أتأمرني فأفعل؟ تأمرني؟ قال: لا، إنما أنا شافع، لو أمرها وعصت لكفرت. لا، يعني رق قلبه لهذا الزوج يتبعها وهو يبكي. قال لها: لو تراجعيه فإنه أبو أولادك. فقالت: أتأمرني؟ إن أمرتني أفعل. قال: لا، إنما أنا شافع،
إذن كان النبي يشفع بين اثنين. هذا حق الشفاعة، حق المسلم عليك أن تشفع له عند من لك عنده مكانة. وما أكثر الحاجة إلى هذا الخلق في آخر الزمان. الأمور تتعقد لأنه لك حق، لكن لن تستطيع أن تصل إليه.